I'm right, and maybe I'm wrong. Maybe I'm strong, but nevertheless, I'm in love with you. أنا اسمي نايلة ديب، أنا من مواليد القدس ومن سكان عمان، وإمي لاحظت وأنا صغيرة أني بحب أرسم وشجعتني كتير، وبديت أخذ دروس رسم مع الأستاذ جورج ألياف الروسي. وأول ما بديت بالألوان المائية، وبعدين صرت أرسم بالزيت، وهذا اللي بحبه أكتر شيء الزيت. رحت على إنجلند ودرست بويمبلدون سكول أوف آرت وسير جون كاس، وعملت جرافيك ديزاين، وبعدين رحت على أثينا عملت انتيرير ديكوريشن. هذا المعرض سميته في ذكرى ليلى، اللي هي أختي واللي توفت بشهر 6 السنة هاي، وطبعاً عزيزة كتير علي. وعملت لها بورتريت وسميت المعرض، يعني أهديته إلها. Maybe I'll win and maybe I'll lose, and maybe I'm in for crying the blues, but nevertheless I'm in love with you. وعادة أنا بحب أرسم الحرف تبع بلدنا، ومثلا اللي بيعمل اللحف، وفي هناك بياع الكعك في القدس، واللي بيكنس الشارع اللي هو نحن في حاجة له كتير كمان. وبحب أرسم الحيوانات كتير، حيوانات البرية وحيوانات الأليفة كمان. والبورتريت بحب الوجوه المعبرة. Somehow I know at a glance the terrible chances I'm taking. It's fine at the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I'll live a life of regret. Maybe I'll give much more than I'll give. But nevertheless, I'm in love with you. Maybe I'll give lots more than I'll get, but nevertheless, nevertheless.